ومدينة ديرنا تحديدا يمكن كلها هتتشال، يعني قليل قوي البيوت اللي فيها او اكتر من نصها هيتشال بشكل كامل، يعني لانه اكتر من ربعها راح البحر. مية البحر اتغيرت، لون المية اتغير نتيجة للعمارات والبيوت اللي نزلت في المية والعربيات كل ده. فتعمل اللي قدام حضراتكم الخيام ديت عشان ايواء المتضررين اللي ما عندهمش بيوت فيقعدوا هنا، بتوفر لهم اولا كل احتياجاتهم في هذه الاماكن، احنا اللي بنوفر، قوات المسلحه المصريه، الدوله المصريه، علاج بتوفر هنا او على حامله الطائرات المروحيات جمال عبد الناصر اللي موجوده في طبرق، لو حد وضعه الصحي صعب بتنقله بالطياره بتوديه يتعالج في المستشفى اللي موجود فيه حامله الطائرات. طب علاجه هنا بسيط، عندك اطباء هنا ودكاتره اللي هم جايين منين؟ جايين من المنطقه الغربيه. المنطقه الغربيه مجموعه من فرق الانقاذ والاطباء انتقلوا من المنطقه الغربيه العسكريه المصريه الى هنا المناطق اللي قدام حضراتكم. فرق اخرى انتقلت عبر الجو، وفرق اخرى انتقلت عبر البحر، المستران او حامله مروحيات جمال عبد الناصر. فكل ده نكمل عشان نوريكم بس القوات المسلحه المصريه بتعمل ملحمه عظيمه شعب المصري للشعب الليبي الشقيق. في كل مكان ستجد مصر موجوده بولادها ورجالتها بمعداتها اللي مفيش حد تاني عنده زينا. مفيش دوله عندها زي اللي مصر ودته، ولا دوله في العالم راحت زي ما احنا رحنا، بمعدات زي ما احنا عندنا، بكل الامكانيات زي ما احنا عندنا. ادي رجالتكم، رجاله مصر، فرق الانقاذ ونسور الجو مع اسود البحر، بر وبحر وجو مع فرق مختلفه كلها موجوده حضرتك هناك، البحث والانقاذ والاغاثه والدعم. بس بيعملوا كده زي ما انت شايف كده، اغاثه اهو ودعم، ناس طيارات اهي، وادي رجالك اهم ينزلوا الميه، وادي معدات بتاعتك تنظف الارض، وادي جزء اخر يعمل ايه؟ بص بقى المعدات التقيله، عربيات اللي في البحر، ما الامكانيات دي مش موجوده مع حد غيرك، ما حدش عنده المعدات التقيله دي غيرك، انت الوحيد اللي موجود النهارده بهذه المعدات، اللي هو تستطيع انك تخرج العربيات اللي في البحر من، لانه العربيات دي كلها مليانه فيها جسامين، كانت جسامين. ادي معدات بتاعتنا دي لسيادة الرئيس، كان ده واحدة من العربيات الكتير او ناش كتير قوي اللي كانت يوم الصفاف، او ناش والمعدات التقيلة دي بتاع حاجات بتاعت زي ما بقول لك ايه، شوف كده عربيات. فانت قبل ما تروح انت عارف ايه الكارثة موجودة فين، زي ما وريتكم امبارح احد ابطالنا من قوات البحرين اللي كان بيشرح على اعداد العربيات اللي موجودة وفيها الاسر كامله داخل عربيات، لانه حاولوا يهربوا بالعربيات ديت ما عرفوش، البيه خدتهم على البحر للاسف الشديد. فشوف قواتنا البحريه عملت ايه. طبعا في فرق انقاذ دوليه اخرى موجوده ايضا، ولكن بوريكم كنت يمكن فرق اخرى انقاذ دوليه موجوده بتشارك وتساعد زي ما احنا بنشوف ايضا في عديد من الفرق الانقاذ، ولكن احنا عندنا كمان معدات تقيله مش موجوده مع كل الفرق اللي موجوده. فرق الانقاذ الوحيد اللي عنده المعدات كامله مصر، قوات المسلحه المصريه لما قامت وتقوم باجراءات. خلي بال حضراتكم لما انتوا تشوفوا، بصوا اقف هنا يوسف لو سمحت وارجع كده، ده المفترض انه محور او طريق دولي او طريق سريع، قدم كده، قدم اهو، ده صح، المفروض ده طريق كان صح، شايفين اتشال ازاي، بصوا حصل. خلي بالكم اللقطات دي بتوريكم كارثه اللي ديرنا فيها ايه. شوفوا الطريق اتشال ازاي، بصوا العمارات بقت ازاي. كل ده بالمناسبه، كل ده اي حد هيقول لك العماره اللي هنا اول واحده دي خلاص دي تتشال، ما تنفعش تعمل لها عمليه ترميم بعد كده، ما اعرفش اللي بعد كده يبقوا كام قد ايه، لكن مختلف ربع ديرنا دخل الميه بالسكان، سكانه والناس اللي بينزلوا يشوفوا شايفين كوارث وشايفين الحقيقة تحت المية، تحت المية شايفين ايه الحكاية وخطورة اللي حصل. طبعا بتحاول
بتقدر تشوف طبعا الوضع. ادي لون الميه، اقف هنا يوسف لو سمحت، لون الميه اتغير، ارجع كده، ادي لون، شايفين لون الميه؟ شايفين لون الميه؟ شايفين حضراتكم حصل ايه في ايدينا؟ ميه لون الميه اتغير. بقول لحضراتكم ربع البلد، ربع ديرنا في الميه، عمارات ديرنا ربعها في الميه. شوفوا اتأثرت الميه بقى لونها ازاي؟ تغيير، حتى لون الميه اتغير. نكمل. شايفين الخسائر قد ايه؟ بصوا البلد بقت ازاي؟ كل ده، كل ده دمار، كل ده دمار، كل ده. كنت النهارده زي ما تشوف كده القوات المسلحه المصريه، الجيش المصري بيقوم باستخراج الضحايا من الميه، واستخراج ضحايا من تحت الانقاض، وعمليات نقل وعمليات متابعه. بص التصوير من طياره بتصور الرجاله، بيطلعوا بيستخرجوا الرجاله، بينزلوا المعدات بتاعتك، قواتك البحريه، اللانشات بتاعتك، المراكب بتاعتك، بتقوم بعمليات كبيره جدا. بص واقف طبعا عشان بص، حتى لو حد على قيد الحياه بتخرجه، حد مصاب بتخرجه، جثمان بتخرجه، ما بتسيبش حد، حد بتنقل زي ما انت شايف كده. وطبعا بتاخد ناس عشان بسرعه علاج اي حد النهارده، الناس اللي بقالها كام يوم، بقالهم اسبوع النهارده، اسبوع ده لو لقيت النهارده واحد على قيد الحياه بيكون امر يعني عمر جديد بيكتب لهم. شايف حضرتك ده جزء، جزء بالمناسبه، جزء. احنا عندنا طيارات كتير زي كده بتنقل المساعدات في مختلف المناطق الليبيه. تعالوا نتابع جيشنا العظيم ويقوم بملحمة كبيرة قوي لأشقائنا في ليبيا.